اول بطوله دخلتها 16 سنه ما كنتش اعرف اي حاجه اي حاجه غير ان احنا بنحط لون وبنطلع المصر. مبدئيا انت سنك صغير مش عايز اكبر، عايزين نتكلم عنه وعايزين نتكلم عن انجازاتك وتطورك اللي انت فيه ده. ايه ده يا ابني؟ وتطوري من حضرتك ده اول حاجه طبعا بعد ربنا يعني، وبعد التعب اللي انا بعمله من الحاجات اللي انت بتقول لي عليها. الفكره يا جماعه ان انا بلتزم 120% على طول 200%. انا اشهد ان انا حمزاوي 19 سنه ده بيتعبني في الاكل بيكذب بيعور كتير كابتن شريف مثلا نفسيا لازم اقعد موتيفيتر. مصطفى بقول 1 2 3 دان حتى لو بيموت مش يعني بجادل يعني. اوكي قول لي على فكره، بس انا بموت، انا مش عشان حاجه، مش بشتكي، انا بس حبيت اقول لك عشان لو حصل لي حاجه يعني. دلوقتي عايزين نعرف بالنسبه لسنك صغير ده، اول حاجه بدات تتمرن وانت عندك كام سنه؟ وانا ثالثه اعدادي سن 14 15، بدات اخش بطولات واحب البطولات والكلام ده في 16 سنه. اول بطوله دخلتها 16 سنه ما كنتش اعرف اي حاجه اي حاجه غير ان احنا بنحط لون وبنطلع مصر. زيرو دايت، زيرو ما فيش. لا عارف انه دايت، بس الدايت بقى كنت عامل ايه اللي هو ما باكلش بقى، اللي هو ما باكلش حاجه كده بخاف منه على طول من اول بطوله دي، ان انا اطلع للستيج متاخر عشان البطوله دي. لا لا ما تجيبليش السيره دي عشان ده عندي حوار تاني. هي البطوله دي انا دخلتها ما اعرفش اي حاجه عن تحميل ولا الاكل ولا شرب الميه، ما كنتش بعمل حاجه. قعدت دخلت الحمام اشرب ميه قبل الستيج، طلعت ايه ده بص بينادوا عليا، طلعت خلص الماتش يلا روح. طبعا يومها قلت ايه ده، دي صعبه قوي ومش عارف ايه وحاجات كتير. اتعلمت، بدات اقرا ودخلت بطوله بعديها بطوله ثانيه. يعني لعبت كام بطوله؟ بطولات محليه، بطولات محليه لعبت التسعه اللي هي القاهره الجمهوريه، ميداليات معفنه كده، بس طبعا تبقى غاليه على الواحد اول بطوله اكسبها. يعني كنت داخل عارف انت اللي بيخش بالبوكسرات لا مؤاخذه وبتاع، بس انا كنت داخلها كنت فاشخ نفسي دايت، كنت فاشخ اللي هو عارف لما تقلع او ماي جاد ايه ده، ده ناشف قوي. عندك كام سنه؟ كان عندي 17. لا والله ما شاء الله. ومع نفسك؟ ها مع نفسي كان، بس اللي هو بعد ما قريت شويه وفهمت يعني ايه دايت وكده. دخلت على طول يعني، انا واقف على الستيج الحكام كانوا بيقولوا لي اهدى خلاص انت اول، اهدى اهدى، فشخت نفسي بطوله تنشيطيه. بس طبعا كان احساس من الفوز، اول فوز بعديها 18 سنه، بعدها بسنه دخلت مصر مينيا، مصر مينيا العرب 2015، كان عندي 18 سنه، لعبت التيمز ناشئين تحت 18 سنه، خدتها اول، كنا احنا ثلاثه على المسرح، خدت اول، بعدين صفيت في الاوفر اولز مع الهيفي ويت سن مفتوح. اكبر انجاز عملته كان في مصر مينيا الاوفر اول دي، كسبتها كده يعني، انا مش عارف لحد دلوقتي كسبتها ازاي. كان انا بقول لك كسبتها في الاوفر اول مع الهيفي ويت سن مفتوح. كان حاجه بودي بيلدينج، بودي بيلدينج تخيل. كنت 72 كيلو على الستيج. 72؟ كنت 72. انت زايد يعني. كان لسه بادئ اتمرن رجلي بقالي 6 شهور والله. بس كسبت ليه؟ كسبت كان ليا كاريزما على الستيج. سالت الحكام كسبت ليه؟ قالوا لي انت لو كنت اللي هيكسب الاوفر اول هو هياخد برو كارد وهو اللي هيمثل العرب بره، فانت تيم اللي هيمثل العرب تيم بره انت بالنسبه لهم واو، انما ده هيفي ويت كان عنده جاينو وقتم قوي على المسرح، هو طبعا يكسبني مليون في الميه، بس هم وجهه نظر الحكام ان انا لو كسبت بره هعمل حاجه، هو لو كسب في زيه احسن منه وهيبقى في كومبيتيشن، مش هيبقى مجالك يعني كتينز وكده. كتينز بالظبط. ايه اللي خلاك تختار كلاسيك بادي بيلدينج ما دام انت بدات بادي بيلدينج؟ يعني هل ينفع واحد يغير كارير كده في النص يقرر؟ وانا ممكن اغير كلاسيك بودي بيلدينج، بس مستحيل اخش فيزيك. حلو يعني 100%. لا انا ساعتها كنت في مصر مينيا دي كله قال لي يا مان انت فيزيك فشخ، انت فيزيك تكسب. قلت لهم انا بحب بودي بيلدينج وانا على الستيج مستمتع ببودي بيلدينج، فعرفت ابوظ على البودي على الستيج وانا مبسوط في البودي بيلدينج، فده اللي كسبني. انما انا هقف على الفيزيك، انا جسمي حلو فيزيك بس انا من جوه مش مبسوط وانا فيزيك، انا ما بحبهمش ما بحبش. الناس عايزه تعرف عملت ايه في ماتش المنصوره وماتش بلنس ده بقى في 2019 بعد ما حصل حاجات كتير في 2016 18 و17، حصل حاجات عقبات ورجعت تاني، بدات من الزيرو من تحت الزيرو في 2018، دخلت احمد علي بعدين دخلت المنصوره. طيب. بتاعي يعني قبل منصوره وبلنس، قبل منصوره كان في احمد علي
كنت مبطل قبلها بسنه، بدات من الزيرو من تحت الزيرو لاحمد علي. دخلت طبعا مستوى وحش عشان كنت بادئ من تحت الصفر. كنت شغال لوحدك؟ لوحدي من تحت الصفر، فكان الجول بس. وصلت التوب 30 اول كول اوت، يعني كنا 70 واحد على الستيج، وصلت للاحسن 30 بعد ما وصلتش 15. حلو، يعني السنه دي عملت انجاز. وبعدين خلي بالك السنه دي بتلعب مع الكبار. انا يعني بلعب السنه دي ما لعبتش ناشئين ولا اللي انا كسبت. انا اللي كسبته في اول ده كان تينز، والاوفر اول جت كده عشان نظره الحكام. بس انا لما لعبت مع الكبار في البالانس طبعا جبت ثالث. وشوفوا الفلوج، انت ما شاء الله عليك كاريزما على المسرح خطيره ما شاء الله. انا عايزك تشرح لهم حاجه، البوزنج، براكتسنج بوزنج. مش انا كنت دايما بقول لك عندك فاكيوم وبوزنج براكتس كل افري دي وشيكينج شيكينج، انت كنت بتعصر جامد وتقعد شيك بجد. هل فرق معاك تمرين البوزنج والفاكيوم على المسرح؟ هل نفسك كان اطول؟ الفاكيوم كنت عارف تسحبه احسن؟ بص، هو مبدئيا انت كنت عامل الفاكيوم محدش كان عارف يعمله على المسرح. هقول لك حاجه، هقول لك حاجه عن احساس، يعني اخر بطوله اللي هي في مصر مينيا. من عارف دي الحاجات التفاصيل اللي انا اهملتها في مصر مينيا. اقول لك اللي حصل في مصر مينيا، عصرونا بوزن والله. كنت بطلع باك ستيج، ايه ده خلاص، اجري باك ستيج بكح دم، بشوف دم مش قادر اخد نفسي. يعني قدام المسرح اوكي تمام، بس في الفاتت بلانس في ناس مش عارفه صعوبه البوزن، مش متخيلين. انا كنت بكح يعني دم. يا راجل ده انا بتمرن ساعه انت مش عارف تفوز خمس دقايق؟ انت بتشد كل عضله في جسمك ونفسك محبوس لحد لما حضره الاستاذ يقول لك البوز اللي بعديه، وبتكمل وبتكمل. ولو تصفيات بقى بوم 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 تاني من اول تاني من أول. طب المره دي، المره دي ما كحتش دم. المره دي لا، كنت نفسي كان كويس ومش عايز اطلع بالستيج. قال الاول خلصوا بقى، خلصوا بقى. وانا ببوز اصلا كنت بتنفس بصوت عالي. اللي هو عارف انت الناس وقفت مش عارف ايه، انا كنت بعمل كده وانا ببوز على الستيج. المره دي لا، انا نفسي كويس ومش عايز اخلصهم. لا مش عايزكم تخلصوا، يلا يلا. يعني براكتس حسيت على المسرح على الستيج بتبقى مرتاح، فبتعرف تشو، بتعرف ليك كاريزما. طب حسيت ان انت ليك ادفانتج، يعني ليك انت احسن من اللي جنبك بسبب الموضوع ده، ان هو فرهد بسرعه وانت لسه ماسك؟ انا جالي الاحساس ده فعلا ثانيه، ان احنا اول تصفيه، مش قبل التصفيات، اول ما طلعنا على المسرح رجعنا، لقيت كلهم اللي جنبي من غير ذكر اسماء يعني ابطال بيعملوا كده ونزلوا على الارض وبياخدوا نفسهم، وانا كنت واقف عادي مستني تفوز تاني. لا انا انا واقف كده عادي، بس شايفين حكام انا مش تعبان ولا تعبانين. تمرنوا بوزنج؟ لازم تمرنوا بوزنج، لازم تمرنوا بوزنج كل يوم حتى يعني في الاوف سيزون. يعني اهميه، ليه اهميه جدا، هتبان على المسرح مش هتحس بيها وانت في طب الفاكيوم، الفاكيوم ده عضله اصلا زي السكس باك، زي البايسبس، زي الترايسبس، عضله جوه بطن واحد مش بيشوفها، هتفرق معاه في كل حاجه على الستيج اللي بيلعبوا اللي بيطلعوا على المسرح. هيبقى بتفرق في الشكل الجمالي بالنسبه للبودي بيلدينج اصلا دلوقتي، الهيوج بودي بيلدرز دلوقتي بيعملوها اصلا. فعيب يعني تطلع على المسرح مش عارف تعمل فاكيوم. وانا طالع على المسرح الحكم قال لي وشوشه كده، وانا طالع ركز على الفاكيوم، هي دي اللي هتكسبك، قال لي كده. بس ماشي يا معلم. موجود. وطبعا بعد قبل التصفيات سام قال لي طبعا فاكيوم مش عارف ايه انستراكشنز كده على الستيج. هي دي بتبقى بعد تاني مره تطلع المسرح، لان اول مره بتطلع بشوف الاغلاط كلها واقول لك تركز على ايه، لان انا ببقى شايف. وتاني مره طالع فيها بعد ما قلت لي كده، وانا طالع خلاص على الستيج اهو في التصفيات، انا عارف ان فاكيوم، وهو قال لي كده وانا ماشي عادي. ركز على الفاكيوم يا ديت كسبه. كنت كام كيلو اول ما بدات تشتغل معايا ولعبت كام كيلو؟ ده حوار تاني. ده انا كنت 96 95 شهرين زدنا عضلات مش بننزل وزن لحد 92، نزلنا 3 كيلو في شهرين. اخر شهر بدا الارصد نزلنا لحد 77. دي كانت صدمه الصراحه. وصلنا شهرين عمال يتغير، عمال يتغير ويحلو ويكبر وينشف، يقف على الميزان مفيش. يا ابني انت مش ناوي تنزل عن ال 90؟ مفيش 92. ده انا لما وصلت 89 عملت فرع. ايوه. لا ما احنا لازم نعدل حاجه. قعدنا نظبط كام حاجه كده في الاكل الصراحه. هي اكل بس، هي تب حاجه واحده في الاكل اتغيرت